نسينا نتكلم عن الجميل الجميله طبعا يسرى في حرب اهليه. شايف ازاي يسرى السنه دي؟ بصي يسرى واحد ايقونات رمضان يعني ورصدها عظيم، لكن المسلسل اظن كاتبه احمد عادل واخراج سامي عبد العزيز، عامل انقلابات دراميه لو تيرنينج بوينت كل شويه شمال يمين بتنتقل بكلمش على يسرى، الانتقالات كتيره، والشخصيه الشريره اللي هو بيقدمها باسل خياط متواجده، والشر عينيه بتقول لك انا شرير، هو نفسه عامل الدور حلو قوي. ده بقت الملامح، بس ملامح افعى، لا كان لازم يخفف الدوز. فعلا الشر الشر اللي هو بيعلن عن الشر كده 24 ساعه وكل البنات قدر يصل اليهم، وجزء كبير منهم اتجوزهم وضحك عليهم وخد فلوسهم، لا في شر كان لازم في تقنيه الكتابه تقل شويه. يعني العنف فيه صخب درامي وعنف درامي كبير، هي مشكله المسلسل في كل هذا الصخب. الصخب بياخد من التامل. يسرى فنانه كبيره جدا، وكان لازم بما انها بتتحمل مسؤوليه ادبيه لان لها كل هذا الرصيد وكل هذا الحب، انها لا تتدخل في الصياغه تقول لا ده يا جماعه محتاج لتفكير اخر كصياغه دراميه.